السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله جميعا. نحن اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وحديثي إليكم في إطار معا رشاد. أردت منه أن أتطرق إلى حديث الساعة إذا شئنا، أو نقاش الساعة في على الساحة الجزائرية اليوم. هناك نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بما يسمى ب الدستور أو تعديل الدستور، والنقطة الثانية وهي أن هذه الأيام تتوافق مع الذكرى، أو نتذكر فيها الذكرى 24 للانقلاب، الانقلاب العسكري في الجزائر في 11 يناير 92. فأردت أن أبدي رأيا أو تحليلا سريعا حول هذين الموضوعين. لكن قبل أن أبدأ في ذلك، في واقع الأمر قبل حوالي أقل من ساعة جاءني سؤال على الفيسبوك، وأردت أن أجيب عنه لأنه هذا السؤال تكرر عدة مرات ولم تكن لي فرصة، تكرر عند آخرين ولم تكن لي فرصة أن أجيب عنه ولو اختصار. فأردت اليوم ربما أن أبدأ بالإجابة، خاصة أنه يرتبط بالموضوعين اللي أردت الحديث فيهما. والسؤال يقول: ما رأيك يا فلان، هل تعتقد لو أن الإسلاميين تركوا ليحكموا في الجزائر بعد فوزهم في الانتخابات، هل كان الوضع سيكون أفضل أو يكون أسوأ مما هو عليه اليوم؟ طبعا سؤال في واقع الأمر يطرح إشكالية كبرى ويطرح قضايا كثيرة، ولذلك لا أستطيع أن أجيب عنه بالتفصيل، لكن سأجيب عنه بالاختصار. اختصارا أقول في اعتقادي وربما في اعتقاد الكثيرين، نعم كان الوضع سيكون أفضل، الاحتمال الأكبر أن الوضع كان سيكون أفضل، وذلك لمجموعة من الأسباب التي تثبت هذا القول أو هذا الادعاء. السبب الأول هو أنه الشعب انتخب، الشعب أراد، أن هناك أغلبية غالبة أرادت، أغلبية غالبة من الذين انتخبوا من المنتخبين أرادوا ذلك، أرادوا للجبهة الإسلامية أن تفوز وفق ما كانت تطرحه من برنامج، وحصلت في الدور الأول فقط على 188 صوت أو مقعد من أصل 231، وكان باقي حوالي 200 مقعد آخرين، وكان ممكن أن تحصل فيهم تقريباً على نفس العدد، أي حوالي 80 إلى 85% من المقاعد. إذن هناك إرادة شعبية، وبما أن هناك إرادة شعبية فمعناها أن الناس تريد لهؤلاء الناس أن يحكموا، أو على الأقل أن يجربوهم في الحكم، وهذا هو أصل الأشياء، الإرادة الشعبية. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي يجعلني أقول هذا هو أنه الدستور الذي كان قائما، دستور 89، 23 فبراير 89، في الحقيقة يقسم الصلاحيات بين عدة أطراف، بين رئيس الجمهورية، بين رئيس الوزراء وليس الوزير الأول كما يقال اليوم، وبين أطراف أخرى سواء في البرلمان أو في القضاء أو في غيرها. ولكن خاصة أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية والذي كان آنذاك شاذلي بن جديد، أعطاه الحق في حل البرلمان، وأعطاه الحق في قضايا الدفاع وقضايا الشؤون الخارجية يشرف عليها، ليس فقط وزارة الدفاع، كل قضايا الدفاع يشرف عليها وزير الرئيس، وقضايا الشؤون الخارجية بما فيها وزارة الخارجية وما يتبعها يشرف عليها الرئيس، إضافة إلى اختصاصات أخرى. ومن بين أهم الاختصاصات كما قلت هو حل المجلس الشعبي أو البرلمان إذا رأى لذلك ضرورة وفق ضوابط معينة. الأمر الثالث هو أنه كان بالإمكان للذين قاموا بالانقلاب، كان بالإمكان للجنرالات الذين قاموا بالانقلاب أن يقولوا: نحن سنحترم إرادة الشعب وسنحترم الدستور، ولكن نقول للإخوان الذين فازوا، لهؤلاء الذين فازوا، للخصوم الذين فازوا، حتى لو قالوا لهؤلاء الناس الذين فازوا بأي لفظ، أنا لن نسمح لكم بالخروج على الدستور، لن نتدخل في شؤون الحكم،
نحن هنا قوة عسكرية لحماية البلاد وليس للتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، لن نستخدم السلاح داخل البلاد وإنما سنستخدمه لحماية البلاد، ولكنكم إذا خرجتم على الإطار الدستور، مثلا يأتي واحد منكم ويقول لنا أن الديمقراطية كفر ولن نكرر الانتخابات كما كان البعض يقول أو كما كان البعض يتهمهم، أو يقول البعض أننا سنسقط الجمهورية، أو يقول في هذه الحالة بما أن الشعب هو الذي جاءكم ولم تأتوا أنتم بثورة شعبية مثلا وبالتالي تفرضوا ما تريدون من أفكار، وإنما جاء بكم الشعب وفق دستور معين وفق ضوابط معينة وفق ما يسمونه أحيانا باللعبة السياسية، إذن عليكم أن تحترموا الدستور. بدل ستحترمون الدستور سنحترمكم ولا نتدخل في شأنكم. إذن كان يمكن لهؤلاء الجنرالات أن، أنا لست مع هذا الرأي، لكن في أسوأ الحالات أن يقولوا هذا الكلام. إذن هناك مجموعة من الإضافة إلى في الحقيقة هناك أسباب أخرى كثيرة تقول أن الوضع كان سيكون أفضل، وهو أنه في اختصار بسيط لو نجح هؤلاء الإسلاميون في إدارتهم لشؤون البلاد كانت الناس ستنتخبهم، لو لم ينجحوا كانت الناس ستنتخب غيرهم، وهكذا تتبادل النخب على إدارة البلاد وكل واحد يقدم أفضل ما عنده وكل واحد يأتي بأفضل ما عنده والناس تتنافس في خير البلاد. وبما أنه تنافس في خير الشعب وفي خير البلاد وخير الوطن، فهذا ليس فقط جزء من الإسلام الأصلي والأصيل، لأن أقرب الناس إلى الله وأنفعهم لعباده كما يقول الحديث الشريف مثلا، ولكن أيضا لأنه سنأتي طبيعة الأشياء ستأتينا بالأفضل، لأن الناس ستتنافس لكي تقدم للناس، لأن الناس ستعرف الأحزاب والتنظيمات السياسية ستعرف أن الشعب في نهاية المطاف هو الذي سيقرر مصيرها، هل ستبقى في السلطة أو لا تبقى، هل ستكون وحدها أو يشاركها آخرين، هل ستكون في المعارضة أو تكون في الحكم إلى آخره. لكن أن يأتي كمشة من الجنرالات أغلبهم كانوا كابرانات عند فرنسا، يعني من 8 أو 9 الذين قاموا بالانقلاب 8 منهم أكثرهم، يعني واحد فقط اللي هو الجنرال توفيق لم يكن كابران عند فرنسا، وبدأ حياته كابران في الجزائر بعد الاستقلال أو في نهاية الاستقلال تقريبا، يعني البقية كلهم كانوا يقاتلوا من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية، كانوا يقاتلوا من أجل أن يبقى المستعمر مستعمر، كانوا يقاتلوا في إخوانه، كانوا يقاتلوا في الثوار. نحن نعرف أن قائد الانقلاب نزار أنه هو كان كابران عند فرنسا، وأن والده كان كابران عند فرنسا، وأن والد والده جده كان كابران عند فرنسا، أي أنها أسرة سلالة كابرانات عند فرنسا. أخطر من ذلك أن نعرف أنه انضم نزار، خالد نزار انضم للجيش الفرنسي بعد ثورة نوفمبر 54، في نهاية 54 بداية 55 حسب بعض الأحوال، وأنه في واقع الأمر لم ينضم للثورة هو والكثيرين اللي انضموا بعد 58 إلا بطلب من بيير ميسمير والجنرال ديغول، واللي كانت استراتيجيتهم واختراق الثورة، نرسل لهم هؤلاء الذين معنا ويؤمنون بنا، يؤمنون بفرنسا لكي يخترقوا الثورة، إن إما يحطموها من الداخل، وإذا انتصرت هذه الثورة سيكونوا هم رجالنا داخل نظام الحكم القاتل، وهذا الذي حدث، وهناك الآن شهادات كثيرة. إذا كل المعطيات، كل المؤشرات كانت تقول من أن الوضع سيكون أفضل بكثير مما هو اليوم. شوفوا أين وضعت الجزائر، الناس اللي عاشت السبعينات والثمانينات، يعني الناس اللي أعمارهم 30 سنة 35 سنة فما فوق عاشوا الثمانينات، أو 45 سنة فما فوق عاشوا السبعينات، يعرفوا أن الوضع كان أكثر بكثير، بالرغم أن الجزائر لم تكن بهذا المدخول، أكثر من 1000 مليار دولار، 1000 مليار دولار دخلت البلاد في 16 سنة الماضية. انظروا أحوال البلاد ووضع البلاد، انظروا الطبقات الملايين الذين يدخلون حالة الفقر، انظروا القائمة طويلة لا ندخل فيها مرة أخرى.